إذا بحثنا في أمازون عن كتب سبايرال باوند أو الكتب السلكية سنجدها من أكثر الفئات التي تحصل على مبيعات كبيرة جدا في أمازون وأيضا تقييمات كثيرة. ولكن نعلم جميعا أن أمازون كي دي بي لا يتوفر فيه خاصية استعمال سبايرال باوند، وإنما فيه خاصيتان فقط وهما البيبر باك والهارد كفر، نشر الكتب الورقية ونشر الكتب ذات الغلاف المقوى. الكتب ذات الغلاف المقوى أضيفت حديثا في أمازون، ونتمنى أن تضاف أيضا خاصية سبايرال باوند. السؤال الذي سيتبادر إلى أذهانكم الآن وهو من أين تأتي هذه الكتب التي تباع في أمازون، كتب سبايرال باوند؟ ما هو البرنامج الذي يستعملونه هؤلاء الأشخاص لكي يبيعوا هذه النوعية من الكتب في أمازون؟ وهل يمكنني أنا أيضا أن أنشر مثل هذه النوعية من الكتب؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله سوف نجيب عنها في هذا الفيديو، ولكن أريد أن أنوه عن نقطة مهمة جدا ضروري جدا أن تعرفوها في بداية الفيديو، وهي أن نشر كتب سبايرال باوند في أمازون سيحتاج منكم إلى رأس المال، ولكن بيع هذه النوعية من الكتب في مواقع أخرى لا تحتاج منكم إلى رأس المال. هذا الفيديو سيكون كامل ومتكامل حول سبايرال باوند، طريقة تصميم، كيف تباع في أمازون، كل شيء عن سبايرال باوند إن شاء الله سوف تجدون أجوبته في هذا الفيديو. بإذن الله لن تحتاجوا إلى فيديو آخر لكي تعرفوا تفاصيل أو لكي تبحثوا عن أجوبة لأسئلة حول سبايرال باوند، كل شيء موجود في هذا الفيديو. اشتركوا في القناة، فعلوا جرس الإشعارات، وأيضا لا تنسوا اللايك للفيديو إذا استفدتم منه وشاركوه مع أصدقائكم. وهيا لنبدأ. السلام عليكم، معكم ياسمينة من جديد. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي سعادة وفرح وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم سنتحدث عن كتب سبايرال باوند، لن نتحدث وإنما كل شيء سيكون تطبيقي. سوف نتعلم طريقة التصميم هذه النوعية من الكتب وطريقة النشر في أمازون. قبل أن نبدأ مع أول خطوة وهي التصميم، أريد أن أنوه أيضا عن نقطة أخرى مهمة جدا، وهي أن كتب سبايرال باوند من أكثر الكتب التي تحقق مبيعات في أمازون كي دي بي. لماذا؟ لأن المنافسة عليها قليلة جدا. إلى الآن إذا كتبتم في مربع البحث في أمازون أي كتاب وتبعتموه بسبايرال باوند ستجدون نتائج البحث قليلة، ربما أقل من 1000 أو 2000 على حسب نوع النيتش الذي اخترتموه، ولكن بصفة عامة هذا المجال، مجال سبايرال باوند، هو مجال فيه منافسة قليلة جدا وعليه طلب عالي جدا. سنمر إلى أول خطوة وهي التصميم، كيف نصمم كتب سبايرال باوند. توجد الكثير من المواقع لتصميم سبايرال باوند، أشهرها هو موقع لولو. من خلال موقع لولو نستطيع تصميم أي نوع من الكتب، منها الورقية وسبايرال باوند السلكية وأيضا أغلفة الهدايا بجميع أنواعها. كما يمكنك بيع التصاميم أيضا على هذه المنصة. حسنا، لتصميم الكتب نضغط على Create، ثم نلاحظ عدة خيارات: Print Books كتب للطباعة، Photo Books، Notebooks، Calendars، كوميك بوكس، وايضا ماجازين يعني مجلات، كوك بوكس كتب الطبخ، يير بوكس والاي بوكس. سنختار نوت بوكس، ثم start your notebook، ثم نقوم بتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب في الموقع، أو إذا كنت جديد قم بتسجيل حساب جديد واملأ بياناتك الشخصية. لاحظوا هذا الشريط الأزرق فيه جميع مراحل تصميم، بعض المراحل تكون عليها قفل لن تستطيع إتمامها إلا بعد أن تحدد خيار نشر الكتاب. ركزوا معي، ستفهمون جميع المراحل بالتفصيل بإذن الله. أول خطوة سنقوم بها وهي اختيار نوع المنتج product type، سنختار print books، ثم تحديد الهدف. هنا يسألك الموقع هل تريد طباعة الكتاب لنفسك فقط أم تريد نشره في سوق لولو للبيع بشكل مباشر. في البداية سنختار print your book، بعد الانتهاء من التصميم سنجهزه للنشر في الموقع. الخطوة الموالية وهي تفاصيل الكتاب، في هذا المربع سنكتب عنوان الكتاب يعني النيتش الذي اخترناه. أنا مثلا اخترت نيتش monthly to do notebook. نحدد لغة الكتاب طبعا إنجليزية، ثم نختار الفئة المناسبة. بما أن الكتاب عبارة عن to do list لكتابة ومتابعة المهام الشهرية سأختار personal growth، طبعا اختار الفئة المناسبة لكتابي. بعد الانتهاء نضغط على design your project،
والآن سنقوم بتحميل الأنتيريور. الأنتيريور المسموح به يجب أن يكون من 2 إلى 800 صفحة، وأن يكون PDF، وإذا استعملت خطوط خارجية يجب تضمين الخطوط داخل الملف. سأقوم بتحميل الأنتيريور جاهز لدي، وننتظر بعض الدقائق لتحميل الأنتيريور. بعد تحميل الأنتيريور هنا نقطة مهمة جدا، وهي أن هذه الرسالة التي تظهر هنا هي عبارة عن خطأ في الموقع وليس خطأ في الأنتيريور، لأنني جربت أكثر من أنتيريور كان يعمل بشكل عادي في KDP، لكن هنا تظهر لي دائما هذه الرسالة، ومفادها أن الأنتيريور يحتوي على بعض العناصر الشفافة أو الغير المرئية. طبعا هذا فقط خطأ في الموقع، وجدت أن الكثير من الأشخاص تظهر لهم هذه الرسالة وأنهم راسلوا الدعم وقال لهم أنه يوجد خطأ فني في الموقع. إذا ظهرت لكم هذه الرسالة فقط تجاهلوها وأكملوا عملية الرفع. لاحظوا هنا موقع لولو فيه خاصية متطورة نوعا ما عن أمازون KDP، وهي أنه عندما نقوم بنشر كتاب في أمازون KDP نختار المقاس أولا ثم نختار الغلاف حسب عدد الصفحات، لكن في موقع لولو هو ما يحدد لك عدد الصفحات انطلاقا من الانتيريور الذي نشرته اوتوماتيكيا يعني. وايضا اثناء تصميم الغلاف سنجد انه من اسهل الاشياء في الموقع مقارنة مع KDP. طبعا أنا أعطيكم فقط مميزات هذا الموقع ولا أقول لكم أنه أفضل من KDP. KDP أيضا لديها أشياء أخرى أفضل بكثير من هذا الموقع، وأهمها وهي أن أمازون أصلا فيه ترافيك عالي جدا مقارنة مع موقع لولو. Anterior color سنختار Black and White Standard. Paper Tape سنختار White يعني أبيض. طبعا نستطيع اختيار أي نوع كتاب نريد، لكن هذا هو الرائج في أمازون وأيضا الأرخص. أما Book Binding سنختار Queen Bound. Cover Finish Matte. بعد الانتهاء من اختيار تفاصيل الكتاب ستظهر لنا بشكل تلقائي عمولة الموقع. طبعا مقارنة مع KDP فعمولة موقع لولو أغلى، وتختلف هذه العمولة حسب نوع الكتاب ونوع الغلاف ونوع الورق المستخدم في الأنتيريور وعدد الصفحات أيضا. والآن نأتي إلى الخطوة الأهم والأسهل في نظري في موقع لولو، وهي تصميم الكفر أو غلاف الكتاب. هناك 3 اختيارات. أول خيار وهو لتحميل غلاف جاهز من الكمبيوتر الخاص بك. ثاني خيار وهو التصميم عن طريق موقع لولو، ولكن تكون المميزات محدودة طبعا. أما الخيار الثالث وهو الأسهل في نظري والأفضل، وهو أن نقوم بتحميل قالب جاهز من لولو للغلاف، ثم نضغط على Design on Canva ويفتح موقع Canva مباشرة مع المقاسات المناسبة تلقائيا. يعني أنت ستدخل وتصمم فقط ثم تقوم برفع الغلاف في موقع لولو، وهذا أجمل شيء أحببته بصراحة في هذا الموقع، لأن أغلبية المشاكل التي صادفت الناشرين في KDP منهم أنا طبعا، وهي أن المقاسات دائما تكون فيها مشاكل خاصة خلال التصميم بكانفا، إما يكون الغلاف بمقاس كبير جدا ويظهر جزء منه فقط، أو العكس يكون تصميم صغير جدا. الفيديو القادم إن شاء الله سأعطيكم أسباب هذه الأخطاء وكيف تتجنبوها، فترقبوا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم إشعار بالفيديو فور نزوله. والآن لنبدأ تصميمنا. نضغط على الخلفية ثم يظهر هذا المربع فوق، نضغط عليه ونختار لون مناسب. أنا سأختار اللون الأسود، ثم سنضغط على Element ونكتب مثلا Flower Frame. طبعا اختار العناصر التي تريدها على حسب نوعية الكفر الذي تريد تصميمه. أنا لدي فكرة بسيطة للكفر أريد أن أقوم بتصميمه، فاخترت أن أبحث عن Flower Frame. لاحظوا هنا العديد من الصور الجميلة والرائعة، سأختار واحدة من هذه الصور. بالمناسبة أنا أعمل في نسخة كانفا المجانية وليست المدفوعة، وفيها تصاميم وعناصر كثيرة جدا لتصميم غلاف احترافي في دقائق. سأختار هذا الشكل ثم أسحبه إلى فضاء التصميم، ولكن أحتاج إلى تحميل القالب لكي يكون تصميمنا متقن أكثر. سأضغط على Upload ثم Upload an Image وأقوم بتحميل القالب، ثم أسحب القالب إلى التصميم وأضغط على Position ثم أرسله إلى الخلف. بعد ذلك أقوم بتصغير الصورة أو الفريم إلى أن يكون داخل الحدود التي باللون الأزرق، ثم أضغط على التكست وأختار خط معين وأكتب عنوان الكتاب. لدي عنوان الكتاب هو Monthly To Do Notebook، ومن هنا أقوم بتغيير الخط إلى خط سكريبت يكون مناسب أكثر للنيتش. جيد، أعتقد هذا الخط مناسب. نحدد القالب ونزيله بالضغط على Delete في لوحة المفاتيح.
سأقوم بتصغير العنوان وأضعه داخل الفريم. سنغير قليلا إعدادات الخط لتكون متناسقة أكثر داخل الفريم. جيد جدا، في دقائق قمنا بإنشاء قالب نوت بوك جميل جدا. بعد الانتهاء من التصميم نضغط على Use Cover ونقوم بتحميله بصيغة الـ PDF جاهز للطباعة. سنلاحظ أن القالب تم رفعه بشكل تلقائي إلى موقع لولو، يعني من أجمل وأسهل الخطوات بصراحة. كل شيء جاهز في موقع لولو للتصميم الغلاف، لن نحتاج أبدا للدقة في المقاسات و تحديد الهوامش وغير ذلك، كل شيء أوتوماتيكي، فقط سنقوم بتصميم ثم نرفع مباشرة. بعد الرفع سنلاحظ أن صفحة الريفيو قد ظهرت بشكل تلقائي، ويبدو أن القالب جيد جدا والتصميم داخل الحدود وأيضا أنتيريور جيد جدا. ركزوا معي هنا، هذه الخطوة هي الأخيرة إذا كنت تريد أن تشتري نسختك من الكتاب وليس لتنشره في الموقع، ولكن لكي تنشره في موقع لولو أولا يجب أن تضغط على Reviews، ثم نحدد خيار Publish Your Book ونختار أين نريد نشر الكتاب. سنختار يا إما لولو بوك ستور، لأن لولو أيضا لديه بوك ستور أو متجر لبيع الكتب التي نقوم بتصميمها، أو Global Distribution، وهذه الخاصية هي التي سنستعملها إذا أردنا أن نبيع هذا الكتاب في أمازون أو في أي موقع آخر دون موقع لولو، لكن حاليا سوف نرسله أو نبيعه في متجر لولو. بعد ذلك سوف نرى كيف سوف نبيع هذا الكتاب في المواقع الأخرى. سأختار لولو بوك ستور، ثم سنمر إلى المرحلة الموالية وهي إضافة حقوق للكتاب. نتأكد من العنوان ثم نضيف عنوان فرعي أو سبتايتل، نضيف وصف للكتاب أيضا. هنا سنختار هل الحقوق كلها لي أم أن لي نصف الحقوق أم أنني استعملت محتوى عام. طبعا سأختار الخيار الأول ثم نكتب اسم الناشر وهنا الحقوق وسنة الإصدار، وفي هذا القسم نختار ISBN الخاص بالكتاب. طبعا كانت ميزة أن يقوم الموقع باختيار رقم ISBN خاص للكتاب متاحة، لكن لا أدري حاليا لماذا لم أستطع أن أحدد هذا الخيار. والخيار الثاني هو أن تكتب ISBN خاص بك، أما الثالث فأن تنشر الكتاب بدون ISBN. سأختار الخيار الثالث بما أن الخيار الأول غير متاح، ثم نضغط على Design Your Book، ثم نمر مباشرة للخطوة الموالية لأن هذه الخطوة قمنا بها سابقا. سنضغط مباشرة على Added Book Details، ثم نكتب وصف كامل الكتاب. كنت قد جهزت وصف سابقا، سأقوم بنسخه ولصقه هنا، أما هذه الحقول فهي اختيارية. ثم هذه الخطوة مهمة جدا وهي اختيار الفئات المناسبة والكلمات المفتاحية، وهذا سيساعد الكتاب ليتم العثور عليه بسرعة. أولا سأختار الفئة المناسبة Time Management مثلا و Daily Activities بما أنه كتاب لكتابة المهام اليومية ومتابعتها. ثم أستطيع اختيار Self Help Motivational أيضا. لديك الحق في اختيار ثلاث فئات. أما الكلمات المفتاحية فيجب اختيار ما لا يزيد عن 50 كلمة مفتاحية، وحاول دائما أن تكون ذات صلة. ثم نختار الجمهور أو الفئة المستهدفة، سنختار هذا الخيار. طبعا لا يوجد محتوى للبالغين. ثم الخطوة الأخيرة وهي Edit Pricing and Pays، سنقوم بإضافة سعر الكتاب ثم إضافة طريقة للدفع لاستلام الأموال في حالة جاءتنا أي مبيعة. في هذا المربع سنكتب العمولة التي نريد الحصول عليها، دولار، اثنان، ثلاثة. لاحظوا هنا سيظهر سعر الكتاب بعد تحديد العمولة، عمولتك. كلما كانت العمولة كبيرة كلما كان سعر الكتاب كبير، لذلك أنا في البداية سأضع 1 دولار فقط كعمولة، وبالتالي سيكون سعر الكتاب هو 10.57 دولار. وهنا سعر الكتاب بالعملات الأخرى، اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الكندي وغيرها. وآخر خطوة هي خطوة مهمة جدا وهي إضافة وسيلة الدفع. سأضغط على Add New Pay، ثم أضيف تفاصيل الدفع، الاسم الحقيقي أو اسم المستلم والعنوان، ثم هنا سندخل إيميل البايبال الخاص بنا. طرق الدفع في موقع لولو هي طريقتان، الطريقة الأولى عن طريق البايبال والحد الأدنى للسحب هو 5 دولار، أما الطريقة الثانية وهي عن طريق شيك يتم إرساله إليك ويجب أن تدخل بياناتك أو بيانات عنوانك بشكل صحيح، والحد الأدنى للدفع عن طريق الشيك هو 20 دولار. ثم نضغط على Final Review، أنا سأختار البايبال ثم نضغط على Final Review ونؤكد على جميع المعلومات. ستظهر لنا تلقائيا طريقة عرض كتابك، يجب أن تختار المناسبة. أول طريقة وهي General Access،
تعني أن أي شخص بإمكانه إيجاد كتابك في موقع لولو. ثاني طريقة وهي الدايركت أكسس، وهي للأشخاص الذين لديهم رابط كتابك يستطيعون الدخول إليه. أما الطريقة الثالثة وهي أن تضعه بشكل خاص، نحن نريد أن نبيع لا أن نضع الكتاب بشكل خاص. إذن سنختار الخيار الأول، ثم تستطيع بعد النشر أن تطلب نسختك من الكتاب، ولطلب النسخة نضغط على Order Copy of Your Book، ثم نكمل تفاصيل الطلب وطرق الدفع. المبلغ المالي هو 10.02 دولار، لكن يتبقى مبلغ الشحن والذي سيحسب بعد إضافة تفاصيل الشحن. بصراحة شراء النسخة واحدة غالي جدا للبلدان العربية، أعتقد إن كان الشحن في أمريكا أو دولة أجنبية سيكون أرخص. نأتي الآن إلى كيف نبيع كتب سبايرال باند في أمازون، ولماذا يحتاج إلى رأس مال. أولا، هناك طريقتان لبيع كتب سبايرال باند في أمازون. الطريقة الأولى وهي أن يكون لديك حساب بائع، أن تفتح حساب في أمازون سيلر أكاونت وتضع قائمة أو ليستينج بجميع الكتب السبايرال باوند التي لديك، وتقوم بشراء عدد معين من النسخ، مثلا 100 أو 200 نسخة من موقع لولو، يعني تشتريها ترسلها إليك وأنت من سيتكلف بالشحن وتجهيز الطلبية وإرسال الطلبية إلى العملاء الذين سوف يشترون منك من موقع أمازون. هذه الطريقة الأولى، وهذه الطريقة بصراحة تحتاج إلى رأس مال وتحتاج إلى فريق دعم وتحتاج إلى خدمة عملاء وتحتاج منك مجهود كبير جدا، بالإضافة إلى رأس مال كبير جدا. أما الطريقة الثانية وهي عن طريق أمازون FBA، وهذه الطريقة الرائجة في أمازون. إذن الكتب سبايرال باوند الموجودة في أمازون تحقق مبيعات كبيرة جدا، أغلبها تستعمل هذا البرنامج، برنامج أمازون FBA. أمازون FBA يمكنك من خلالها أن تبيع منتجات متعددة ومختلفة، يعني أي منتج تريده، يعني منتجات كثيرة الموجودة في أمازون تقريبا تباع كلها أو عن طريق برنامج أمازون FBA. والشيء الجميل في هذا البرنامج أنك تشتري نسخ معينة، يعني سوف تحتاج أيضا إلى رأس مال، سوف تشتري نسخ 100 نسخة و 200 نسخة وترسلها مباشرة إلى مخازن أمازون، وأمازون هو ما سيتكلف بكل شيء يخص خدمة العملاء والشحن الطلبية وتجهيز الطلبية وإرسال الطلبية، وأيضا المشاكل التي تتعلق باسترجاع طلبية وغير ذلك، كل شيء سيتكلف به أمازون، أنت فقط ستأخذ عمولتك، ولكن ستحتاج إلى رأس مال لكي تشتري النسخ وترسلها إلى أمازون أو لمخازن أمازون. أيضا تستطيع أن تبيع هذه النوعية من الكتب في مواقع أخرى كثيرة توجد، ريد بابل أعتقد، و يعني الكثير من المواقع التي تبيع التيشيرتات أيضا فيها خاصية لبيع الكتب أو لبيع النوت بوكس السبايرال والبيبر باك والهارد كفر وغيرها. فقط ابحثوا، كلما بحثتم أكثر كلما سوف تجدون فرص أكثر. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو واستفدتم من هذه المعلومات. إذا كان لديكم أي استفسار آخر حول سبايرال باوند، اكتبوه لي في صندوق التعليقات. لا تنسوا أن تشاهدوا أيضا دورة أمازون KDP، لدي دورة كاملة في أمازون KDP سأتركها لكم في التعليق الأول، لأن الكثير من المتابعين يسألونني بعض الأسئلة التي فعلا أجبت عنها وبالتفصيل في فيديوهات قديمة من دورة أمازون KDP. فإذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات، ادخلوا إلى أول تعليق واضغطوا على قائمة تشغيل أمازون KDP أو دورة أمازون KDP وانظروا، ربما ستجدون إجابات كثيرة جدا لأسئلتكم حول أمازون KDP والربح من أمازون KDP. إذا كان لديكم أي سؤال جديد لم تروه من قبل في القناة، فسأكون سعيدة جدا بأسئلتكم الجديدة، وبإذن الله في المستقبل سوف أنشر لكم فيديوهات أخرى لشرح تفاصيل أكثر. إذن لا تنسوا تحميل أنتيريورات من متجر جومرود، سأتركه لكم أيضا في صندوق الوصف رابط متجر جومرود، فيه أكثر من 10 أنتيريورات مجانية لأمازون KDP تستطيعون استعمالها بدون أي حقوق، أنا صممتها بنفسي وتركتها لكم في المتجر، قوموا بتحميلها واستعمالها وبإذن الله لن تجدوا أي مشاكل أثناء رفعها. وأيضا توجد بعض الأنتريوهات الأخرى التي بأسعار يعني بسيطة جدا لأنني تركتها بمصدر مفتوح، فإذا استطعتم أن تشتروا هذه الأنتيريورات اشتروها واستثمروا بعض الأموال فيها لتحقيق مبيعات أكثر. أما إذا لم يكن لديكم رأس مال ولازلتم مبتدئين، فهناك أكثر من 10 أنتيريورات وكلها تحقق مبيعات في أمازون. يكفي كما قلت لكم أن تختاروا كلمات مفتاحية ذات صلة عليها طلب عالي والمنافسة قليلة.
أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو. لا تنسوا اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي يستفيد الجميع. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لكي تتوصلوا بأجدد الفيديوهات فور نزولها. أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. كنت معكم ياسمينة وفي أمان الله. مع السلامة.